روبن ولكنها تعود إلى الوراء من جديد. روزينا مع الكرة ينقلها داخل منطقة رأسية بالمرمى، هدف أول من إمضاء سيلوني، ممتاز الكرة، هدف أول لتورينو، أول هدف منذ 3 سنوات لتورينو في مرمى الميلان، هدف في الدقيقة 25. وبالفعل فريق تورينو يكافئ على شجاعته، وقائد فريق روزينا أيضا يكافئ على عمله بهذه التمريرة، بهذه الكرة المرفوعة الممتازة على رأس سيلوني الذي يسجل ثاني أهدافه هذا الموسم في السيري آ لمصلحة تورينو. إذا تورينو يتقدم بهدف مقابل لا شيء، حلقا الرأس حققا الهدف الأول، رفع الكرة والثاني لعبها برأسه، لاحظوا كيف كرة عند روزينا قائد فريق يرفعها ويقابلها برأسه عن يمين أبياتي سيلوني، روبرتو سيلوني ليحرز ثاني أهدافه هذا الموسم.